بخصوص الأضرار، كاين أضرار كبيرة في هذا السوق، ضروا منها كثير من التجار. كنتمناو من السلطات العمومية تساهم في التعويض ديال هذه الأضرار وتجبر هذه الخسائر. الوقاية المدنية الصراحة ورجال المطافي أداو الدور ديالهم، إلا أنه كان مشكل ديال مضخات المياه، أن المياه قليلة، يعني تقاضت المياه ديال إطفاء الحرائق، واضطروا الشباب ديال الشباب الناظور هما اللي بواسطة السطول حاولوا يطفيوا هذا النار، تكتفوا تعاونوا تحدوا حتى السلطات العمومية وحتى القوات المساعدة بيدهم كانوا كيعاونوا في هذا الإطفاء. الكل تجند، كان واحد الحس تضامني عالي بين الساكنة، وكنتمناو من السلطات العمومية يعني تاخذ بيد هاد التجار وتحاول ما امكن تعوض من الخسائر المادية اللاحقة بهم. واحد من الضحايا من هذا الحريق المهول اللي وقع البارح، الرسالة ديالي ما غاديش نوصلها للمسؤولين ولا نقول شي حاجة، بغينا نستناو من المسؤولين. الملاحظة اللي لاحظتها البارح عدم النظام وما كايناش التوعية للناس، ولا الجو العام ما كانش يعني في الاستطاعة ديالنا نخمدوا الحريق في واحد الوقت وجيز، مع العلم كان تماس صغير مع الوقت كبر. وتحية لرجال الأمن والوقاية المدنية، ولكن كنا كنتمناو يكون داك الشيء شوية أسرع وبالمساعدة ديال الناس، ما كانتش صراحة إلا من رحم ربه. من هاد الفاجعة نتمنى منا مستقبلا تتاخذ تدابير، ما خصناش غير تدابير احترازية على حساب كورونا، ولكن خصنا تدابير تسييرية وتنظيمية لهاد لي غون سيرفاس. لقينا واحد الحريق صغير داخل واحد المحل مع واحد الشخص مسكين مول المحل كيخرج نوعا ما، ماشي محل هو، كي الناس اللي كيفرشوا على الحيوط على برا وصافي. كنا مسكين كيخرج السلعه ديالو بوحدو، جينا انا وصاحبي كنخرجوا معاه السلعه، حاولنا جاهدا معاه، ولكن داك الحريق بقى كيشد هو معاه، راك عارف اللباس مصنوع بالميكا ورا الكتان دغيا كيشد فيه الحريق، ما قدرناش نخرجوا ديك السلعه كامله، بقات كتطلع النيران. خرجنا هربنا ولا ماس بدا كيضرب، مع بدا كيضرب لا ماس هربنا كاملين برا، بقينا كنشوفوا ما لقينا ما نديرو. مشيت كنجي دبرنا شي حوايج، شي دوك العبوات ديال اطفاء الحريق، ولكن للاسف كانوا ميتين، دبرنا ثلاثه كانوا ميتين، حتى واحده ما نفعتنا. بدا الحريق كيشتد، مع طلعت العافيه مع الكابلات، كانت تما الاخر لي غاز ديال الهيدروجين تاع الكليماتيزور هو اللي ساهم بزاف في هذا الحريق. خرجنا من اقل الضرر، لانه لو كان قدر الله سبحانه وتعالى انه يمشي السوق كانت تكون واحد الكارثه اللي غتنضاف لهاد الازمه اللي خلقتها كورونا، وكذلك اغلاق المعابر الحدوديه ديال المليليه، وايضا ان الحريق ديال المركب التجاري المغرب الكبير سوبر مارشي اللي مازال الجرح ديالو مازال ما براش، وبالتالي فالحمد لله انه تمت السيطره على الحريق، وبالتالي خرجنا كما قلت باقل ضرر. احنايا كمنتخبين ليله الامس فور توصلنا بالخبر انتقلت هنايا واتصلت بالاخ الرئيس ديال الغرفه الجهويه ديال الصناعه والتجاره اللي لقيته بعين المكان ايضا، وكذلك نائب رئيس الجهه وبعض الاخوان باش نواكبوا ونتبعوا هاد الحريق. وبعد ما اتفقنا انه تشكل واحد اللجنه اللي اليوم كلفنا الاخ رئيس ديال الغرفه التجاره باش يستمع للمتضررين ويحصي الخسائر، على اساس انه كل واحد من الموقع ديالو، انا كبرلماني كرئيس الغرفه السي الجارودي، الاخوه في المجلس الجهه وفي المجلس البلدي، باش ان شاء الله تضاف الجهود نحاولوا انه نلقاو امكانيات باش يتعوضوا هاد الاخوان اللي ضروا، وكذلك
للبحث عن امكانيه انه هذا السوق اللي عنده واحد الاهميه كبيره واللي هو كما كيعتبروه الجميع بانه الشرايين ديال اقليم الناضول اللي كيلعب واحد الدور لا على المستوى التجاري ولا على المستوى توفير فرص الشغل للالاف ديال الناس والالاف ديال الاسر كذلك تقتات من هذا السوق، لابد انه اليوم هذه الكارثه هذه غتكون مناسبه باش يتعاد النظر في هذا السوق على مستوى التجهيزات المتوفره فيه، على مستوى ديال مجموعه ديال الامور، باش يكون ان شاء الله واحد السوق اللي غادي يوفر الظروف ديال السلامه، ثم كذلك غادي يوفر الظروف ديال التجاره، وغيكون كذلك في مستوى التحول اللي كيعرفوا اقليم الناضور واللي اليوم كيحظى بواحد العنايه ديال صاحب الجلاله، لان كاين مشروع ديال مارتشيكا من اغرب المتوسط، الاقليم الناضور كيعرف واحد التحول، ولا بد ان هذا السوق يكون في مستوى ديال هاد التحول هذا. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.